التدخل السريع المجموعه اللي كتنتمي للمديريه العامه لمراقبه التراب الوطني. بالنسبه لهذه المجموعه كتفوق 200 عنصر متعدد الاختصاصات. بالنسبه للفروق اللي كتكون هذه المجموعه، هناك فريق القناصه، وهناك فريق التسلق بالحبال، وهناك فريق اللي متخصص في عمليات الاختراق. بالنسبه للاسلحه، هناك اسلحه متطوره اللي كنعملوا دائما حصص تدريبيه من اجل الرمايه وكذلك الرمايه الدقيقه. بالنسبه للسيارات، هناك سيارات مصفحه اللي كتوفر على سلالم عاليه، وكذلك سيارات رباعيه الدفع من نوع 4x4 اللي كتكون مرافقه دائما بالسياره ديال التدخل.